موقع الخليج أونلاين تطرق في تقرير له إلى الإعلان الأممي عن توصل الأطراف اليمنية إلى جملة من التدابير تسبق خريطة طريق مرتقبة لحل الأزمة اليمنية. ونقل الخليج أونلاين عن الصحفي فارس الحميري قوله إن الإعلان للمبعوث الأممي هو التزام الأطراف ببعض المحددات وليس اتفاقا، مشيرا إلى أن الاتفاق وصل إلى مرحلة الأخيرة وأنه جاهز للتوقيع عليه من قبل الجميع، لأن عدم التوقيع يشير إلى حجم التعقيدات التي طرأت مؤخرا والأثار التي خلفت تصعيد الحوثي في البحر الأحمر. الحميري أضاف في تصريحه للموقع أنه حتى لو تم التوقيع على الاتفاق إلا أن البيئة غير مواتية للبدء العملي والجاد في التنفيذ، فالحوثيون منشغلون بجبهة حرب جديدة في البحر الأحمر وهناك حرص من قبل الوسطاء على إعلان الاتفاق. في المقابل هناك ضغوط دولية تمارس لتأجيل الوصول إلى المرحلة النهائية من الاتفاق.